الاهلي بيقتحم الصداره وبيضغط على الزمالك بعد ما تساوى معاه في النقاط، ولكن الاهلي فارق بسبب المواجهات المباشره والاهداف. الاهلي بينتصر على وادي دجله 2-1 في مباراه ماراثونيه كبيره وش فيها شويه اخطاء من موسيماني هنتكلم عليها في الحلقه. بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، لو اول مره تشوفنا اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. معاكم مصطفى ودي حلقه جديده ناخد التحليل، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الانقاصيه. الاهلي النهارده بادئ بتشكيله فيها تغييرات بالجمله، تغييرات بسبب الاصابات، بسبب الاجهاد، بسبب ان موسيماني عايز يريح بعض اللاعبين. بدا في راس المرمى علي مع علي لطفي، قدامه رامي ربيعه وياسر ابراهيم، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، ثنائي في نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي، قدامهم قفشه على الشمال، كهربا على اليمين، حسين الشحات، وقدام محمد شريف. التشكيله دي او الكوكام اللاعبين دي وبالاخص التوليفه بتاعت نص الملعب اللي هي ديانج وحمدي فتحي، الاثنين مع بعض مش هيدوك اي شيء في ارض الملعب. واحد يجي يقول لي ليه؟ هقول لك ان الاهلي نرجع شويه بالزمن لورا، بعد ما حسام غالي اعتزل ابتدى الاهلي مش لاقي حد يعمل دور صانع العاب المتاخر او لاعب وسط الملعب الهجومي، فابتدى يعاني ويعاني ويعاني لحد ما جاله عمرو السوليه ورجع للمستوى بتاع الاسماعيلي، ابتدى يقدم الشكل ده اللي هو النص ملعب او صانع العاب المتاخر او نص ملعب الهجومي. زي ما برضه عبد الله سعيد لما مشي من الاهلي ابتدى الاهلي يعاني موسم ورا الثاني ورا الثالث قبل ما جالهم قفشه وابتدى يغير شكل الاهلي. فالاهلي كان محتاج في مباراه النهارده صانع العاب متاخر او نص ملعب هجومي يخلي شكله افضل في ارض الملعب. اليو ديانج وحمدي فتحي كذا مره موسيماني لعب بيهم في المباريات وما ادوش بشكل مميز. ليه؟ لان الاثنين دستروير اكتر، الاثنين ريجيستا اكتر، الاثنين ريجيستا مميزين جدا، ولكن بالكوره او اللعب بالكوره سواء كرات طويله او كرات على الارض مش شغلهم، مش بتاعتهم. انت محتاج لاعب يوصل لك الكوره للتلت الهجومي، لكن حمدي فتحي واريو ديانج الاثنين لما يلعبوا مع بعض في نص الملعب بيدي دون ادوار زياده اكتر لقفشه، بيتعب قفشه بدنيا اكتر. ليه؟ لان قفشه بيبتدي ينزل لحد نص الملعب وكمان منطقه جزاء الاهلي علشان يبتدي الهجمه هو. مرات كتير جدا بنشوف قفشه هو اللي بينزل يستلم سواء من علي لطفي او قلوب دفاع الاهلي علشان يبتدي هو الهجمه، وده بيخلي قفشه يبتعد شويه عن صانع عن منطقه صناعه اللعب او يبتعد عن منطقه الجزاء او يبتعد عن التلت الهجومي اصلا للاهلي، وده بيأثر على التلت الهجومي للاهلي. ده خلانا نشوف الاهلي الشوط الاول كله ما عملش غير هجمتين في اخر المباراه. في اخر الشوط الاول الاهلي عمل هجمتين وضاع بسبب ان قفشه ابتدى يقرب شويه تاني من منطقه الجزاء. قفشه ابتدى يعمل في الشوط الاول كذا دور، الدور الاول اللي هو يمين ناحيه اليمين على حسين الشحات عشان يساعده، الدور الثاني اللي هو يمين ناحيه الشمال على كهربا علشان يساعده، والدور الثالث ده الدور اللي بينهكه جدا بدنيا ويستنفذه بدنيا ان هو ينزل لقرب نص الملعب لقرب منطقه الجزاء عشان يبتدي هو الهجمه. موسيماني طول الشوط الاول كان عنده شويه لاعبين عليهم شويه علامات استفهام، واكبر علامه استفهام هو محمد هاني. محمد هاني تقريبا الاصابه اللي اتصابها او الفتره اللي قعد فيها نسي الكوره ولا ايه مش فاهم. محمد هاني راجع اوفرات مش كويسه، تغطيه عكسيه مش كويسه، تغطيه في المساحه اللي في ظهره مش كويس جدا فيها، الضغط مش كويس، الباصات بيعمل مسباص كتير. محمد هاني زي ما بقول لكم اللي راجع نسي الكوره. محمد هاني طول الشوط الاول في فدان بيجري فيه حسام عرفات لوحده، فدان ممكن الفدان اللي ورا محمد هاني ده يزرع فيه بقى قصب نعمله عمارات، فدان كبير ورا محمد هاني. الفدان ده مش بنشوفه عند اكرم توفيق، لان اكرم توفيق مجتهد اكتر بيحاول يقفل الحته الدفاعيه، او اكرم توفيق بقى متحفظ المكان ده اللي هو انت تبقى هنا قافل المنطقه دي، ما تديش حد يعدي، ما تخليش حد يعدي، انت بقى قافل المنطقه اللي وراك. ولكن بعد رجوع محمد هاني للصوره وابتدى يرجع تاني ويلعب من جديد، محمد هاني مش حاسه. محمد هاني بعد ما اكرم توفيق يرجع تاني انا متوقع ان محمد هاني هيقعد على الدكه ويلعب مكانه اكرم توفيق لما كان بيلعب، لان محمد هاني مستني شويه وقت، مستني شويه قبل ما يرجع لمستواه من تاني. والاهلي طول الشوط الاول ما اداش اي حاجه، ما عملش اي كوره، ما اداش اي شكل، الاهلي كان سيء جدا 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 في الشوط الاول، وكان الوادي دجله بيلعب عليه كوره مميزه جدا، بيدي الحريه الاهلي بيدي الحريه الكبيره لوادي دجله اللي تلعب بيلد اب بلاي، يدي لهم الحريه لبنان لعب من ورا، يبتدوا يباصوا كتير، الاهلي ما بيلعبش الضغط العالي اللي متعودين عليه اللي هو بيضغط على وادي دجله عشان يخنقهم يجبرهم يلعبوا كوره طويله، ولكن ده ما شفناهوش طول الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول 0-0. لكن الشوط الثاني على طول اللي فتح المباراه واللي خلى الاهلي راكب المباراه بلغه الكوره الجون اللي دخل في اول المباراه، الجون اللي جابه في بدايه الشوط.
اول اهلي ما نزل ضغط في الثاني هجمه مرتده حسين الشحات بيطلع محمد شريف، محمد شريف بيحاول يشوت بيصدها عبد المنصف بترد الكهرباء، كهرباء بيحط الكوره جون الهدف الاول للاهلي في بدايه الشوط. وبدايه الشوط بعد ما جبت الجون ابتدى الاهلي يرتاح شويه. انا دلوقتي متقدم على وادي دجله، وادي دجله هو اللي بيجري ورا نتيجه مش الاهلي هو اللي بيجري ورا النتيجه، وده ادى اريحيه لبعض الاهلي شويه، ادى اريحيه لبعض اللاعبين، ولكن التغييره اللي خلت الاهلي يرتاح اكتر ويبتدي شكل الهجوم يبقى افضل هي تغييره عمرو السوليه. لما نزل عمرو السوليه بدل كهربا ده برضو تغيير ما كنتش فاهمه، لو قلت برضو عمرو السوليه هينزل طالما نزل عمرو السوليه هينزل مكان يا اما اليو ديانج يا اما حمدي فتحي، لكن اللي انا شفته انه خرج كهربا ونزل السوليه بقى يلعب بثلاثه في نص الملعب، وابتدى ان قفشه هو اللي يمين ناحيه الشمال ويلعب كوينج، وقفشه اختفى بعد اللي هو قفشه راح ناحيه الشمال، قفشه اختفى بعد نزول عمرو السوليه. عمرو السوليه هو اللي ابتدى ياخد الحريه الهجوميه اكتر، هو عمرو السوليه بيعمل صانع العاب متاخر، وابتدى كمان يعمل ادوار هجوميه زياده ان هو محمي وراه باثنين لعيبه اللي هم اليو ديانج وحمدي فتحي. الاهلي بعد الجون ابتدى يضغط اكتر على وادي دجله، ابتدى يعمل شغل زياده اكتر على وادي دجله، ابتدى يجيب الجون الثاني في وادي دجله، وبعد الجون الثاني لوادي دجله ابتدى خلاص هو اللي صار نتيجه اكتر، الاهلي ابتدى يرتاح اكتر واكتر، واريحيه الاهلي واريحيه هجوم الاهلي جه عليه بالعكس. بعد الاريحيه وتضييع الفرص الكتير وادي دجله رد عليه بجون على طول، كهرب الماتش، كهرب لك المباراه، ممكن في وادي دجله في اي لقطه في اي فرصه في اي دقيقه يجيب في الجون ثاني وتطلع الماتش تعادل. رعونه هجوم الاهلي ده انا مش فاهمها، بعد الجون الاول بعد الجون الثاني ابتدى يبقى فرعونه، محمد حسين الشحات بيروح بدل ما يشوط في الجون بيلعبه بالعرض وتتقطع، محمد شريف بدل ما يروح يشوط في الجون بيلعبه بالعرض وتتقطع، قفشه بدل ما يشوط في الجون بيلعبه بالعرض وتتقطع. الكره الوحيده اللي شاطها اللي محمود وحيد راح وشاط الكره اللي اتكررت الاهلي ثلاث مرات شاطها محمود وحيد جت جون، لو كان اي لاعب ثاني شاط الكره كانت جت جون سواء قفشه او حسين الشحات او محمد شريف، ولكن الرعونه بتاعت هجوم الاهلي ادت ان الاهلي يخرج 2-1 بدل ما يخرج 3-4 و5، وكان ممكن تقلب النتيجه عليك وكمان يخلص الماتش 2-2، ودي تبقى مصيبه بالنسبه للاهلي انه يتعادل ويوقع نقط في زله وعايز يضغط على الزمالك ويرجع تاني للصداره ويبتدي ينافس على الدوري من تاني. مباراه للاهلي مباريات بنشوفها كتير، مباراه ضد اسوان بتخلص في اخر الدقايق والماتش بيفضل متكرر لحد اخر دقايق لحد ما بوالي يجيب الجون الثالث ويخلص الماتش، ماتش الانتاج بيفضل متكرر لحد اخر دقايق وبوالي يجيب الجون الثالث ويخلص الماتش، والنهارده برده بتفضل متكرره لحد اخر دقايق لحد ما المباراه بتخلص 2-1 للاهلي. هل الاهلي قادر على ان هو يفضل صامد لحد اخر الدوري ما وقعش نقط؟ ما توقعش. الاهلي لا محاله هيوقع نقط الماتشات اللي جايه سواء ضد سيراميكا ضد المصري ضد اي فريق، الاهلي هيوقع نقطه الماتشات الجايه وده على ضمانتي انا. بس في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور الاهلي، الضغط تاني رجع الاهلي، الاهلي اقتحم الصداره زي ما قلت لكم في اول الحلقه، مبروك لكل جمهور الاهلي على الفوز. وفي الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد هو انا على مباراه الاهلي وادي دجله، قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، ولو حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقات توصل لك بعدد من الناس، اول ما تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. خلاص نرجع تاني ننزل حلقات باستمرار على الدوري المصري، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، ناشط جدا هناك زر تابعوني اعمل لي فولو، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكمان قصه في الحلقه الجايه. سلام.